السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. سريعا كده هنقول لحضراتكم الطريقة بتاعت لو احنا ضاع مننا الكونفرميشن كود أو الكونفرميشن نمبر اللي احنا أخدناه واحنا بنسجل في اللوتري بتاعنا. طيب لو ضاع مننا المفروض إن هو اتبعت لنا على الإيميل، هو بيبقى عبارة عن 16 رمز مكون من أرقام وحروف بيتبعت لنا على الميل اللي احنا سجلنا بيه في اللوتري. خد بالك من الموضوع ده اللي احنا سجلنا بيه في اللوتري. طيب لو ضاع مننا هنعمل ايه؟ هوري لحضراتكم حالا الخطوات. تابعونا، ما تنسوش لايك شير سبسكرايب للقناة، ولو حابين تعرفوا اكتر وتتابعونا استنوا اللايف في اللي جاي هنتابع فيه اللوتري ستيب باي ستيب ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع. قبل ما نطلع عايزين نقول ان النهاردة ان شاء الله 55,000 أسرة هتفرح حول العالم بسبب إن هم فازوا في اللوتري، وحتى الناس اللي ما وقعش عليها الاختيار إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقها يعني تيجي بعدين، يعني مش نهاية المطاف، أكيد 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 ربنا هيرزقك بالأحسن. يلا نتابع الفيديو بتاعنا، أنا هحول لكم الشاشة دلوقتي ونشوف هنعمل إيه بالظبط لو الكونفرميشن نمبر ضاع مننا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنخش عادي الصفحة بتاعتنا. طيب اجيبها لكم الاول. احنا دخلنا هنا الموقع اللي هو dvprogram.status.gov. تمام، دخلنا هنقول له check status. هنخش هنقول له هنا هنلاقي welcome وبعدين entrant state check، هنروح داسين continue. تمام، اول حاجه بيطلبها مننا هنا الكونفرميشن نمبر. طيب الكونفرميشن نمبر ده هنلاقي هنا في الحته ديت مكتوب 2021 وجنبها الاكسات ديت، هنحط فيها الكونفرميشن نمبر اللي اتبعت لنا على الايميل بتاعنا. طيب في حاله ان احنا ضاع مننا او نسيناه هنخش هنلاقي تحت كلمه فورجيت كونفرميشن نمبر، هيفتح لنا صفحه جديده، هنخش هنكتب هنا لاست فاميلي. لاست فاميلي يعني لو انا اسمي محمد احمد العقاد هيبقى هنا العقاد، هنا محمد فيرست نيم والميدل نيم احمد. تمام، ديت اوف بيرث تاريخ الميلاد بتاعي، الشهر اليوم السنه. بعديها على طول بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ايميل ادريس. فوق ايميل ادريس بيقول لك بروفايد ذا ايميل ادريس يوزد اون ذا ديفرستي فيزا لوتري فورم، يعني اكتب الايميل اللي انا سجلت بيه وانا بقدم في اللوتري من اللي هي من شهر 10. يعني انا في شهر 10 او شهر 11 لما جيت اقدم قدمت بايميل معين، يعني زي مثلا انا قدمت بمحمد @gmail.com، ما ينفعش النهارده اكتب له ايميل تاني غير اللي انا قدمت بيه ده. هكتب الايميل ده، وبعد ما اكتب الايميل هنزل تحت هلاقي الكود بتاع التاكيد ده، هكتب الكود هنا وهقول له سبميت، وهرجع للايميل بتاعي هبص الاقي اتبعت لي كود نمبر جديد، هاجي هنا عادي اكتبه واكمل الاجراءات بتاعتي عادي جدا 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 من غير اي مشكله. يا جماعه الناس كتيره جدا ضاع منها الفورجت يعني ضاع منها الكونفرميشن نمبر، وانا مش عارف ليه بصراحه، يعني انت المفروض ان انت ما يضيعش منك كود زي ده لان دي حاجه مهمه جدا، ولكن وارد. فده الحل بتاعها، احنا جبنا لكم الحل سريعا لان ناس كتيره جدا دخلت سالتنا. الموضوع بتاع السودان يا جماعه احنا لغايه دلوقتي مفيش اي قرار رسمي، حضراتكم هتقدموا عادي، حضراتكم هتقدموا عادي، وان شاء الله باذن الله لو في حاجه بعدين هتظهر، بس انا ما اعتقدش ان هيحصل حاجه. شكرا جزيلا على متابعتكم، ما تنسوش لايك شير سبسكرايب للقناه، واللي حابب يتابعنا اكتر يفعل الجرس. يلا بسرعه استنونا يا جماعه في اللايف اللي جاي هنتابع فيه كل الخطوات ان شاء الله.